لو خرجت مش هترجع تاني وما لكش حاجة عندنا. ليه الكلام ده بحكيه؟ ده كلام أبوك. كلمه انت يا أخي، قول له إن الكلام ده مش صح، ولا أنت شايف إن الكلام ده جاي على هواك؟ هو اللي اختار، هو اللي اختار. وأنا كنت أعمل إيه؟ أكسر كلام أبوي عشان يعمل معاي زي ما عمل معاه؟ هو اللي اختار طريقه، أنا ماليش دخل. أنا كل اللي عملته اللي نفذت وصية أبوي. إيه يا عبد الحكيم؟ سايب العزا وقاعد لوحدك ليه؟ سيبيني في اللي أنا فيها فوزية. لا مش هسيبك. هسيبك كيف وانت في الحالة دي؟ ده احنا ما بقلناش غيرك دلوك. قول لي يا اخوي، ايه اللي في راسك؟ فوزية، هو انا ظلمت عبد الله؟ ظلمته؟ ظلمته كيف؟ هو انت كان في يدك حاجة؟ هو في حد فينا كان يقدر يوقف قدام ابوك ولا يقول له كلمة؟ ولا يقول له حتى تلت التلاتة كام؟ وبعدين عبد الله هو اللي اختار، ودي الزمن أكد ها إن ابوك كان عنده حق وكان عارف كل واحد آخره فين. والبعيدة هي ما جاتش بيت جوزها تاخد العزا ويا الحريم، لا راحت قعدت في بيت أخوها. عايز البلد تاكل وشنا، عايز البلد تقول إن الزعل اللي بينك وبين عبد الله كانت هي السبب في موته. يا طول طول الوقت اللي فات وانا بقول لنفسي كده، بس في حاجات مش مريحاني بتخلي قلبي ينغص علي وعقلي يود ويجيب. لكن ارجع اقول دي وصيه ابوك وصاك بيها، لكن مرضك أخوك وملكش غيره. عارفة وأنا بدفن قلت هادي عبد الحكيم في يوم من الأيام هتبقى مكانه، ربنا هيحاسبني على اللي أنا عملته واللي انت عملتيه. انا مالي يا اخوي؟ انا مش قصدي عبد الحكيم، بس انا يا اخويا ما بعرفش في الحاجات دي، ما فهمش فيها. الحاجات دي بتاعتك انت، وبعدين وصيه ابوك سيف على رقبتك ولازم انت تعمل بيها لاخر العمر. ايوه امال. ايه اللي جابك هنا؟ الله يخرب بيتك. فيه مالك اتشقلبت كانها لدغتك عقرب؟ امشي حد يشوفك. انت بتخاف ولا ايه؟ خاف ده ايه؟ طب لعلمك البلد دي كلها ما فيهاش حد يهز حسن الا انا. جبت لك تاكل فته وحياتك عندي مخدومه خدمه الملوك. ولا كان فيه ميت. تقصد ايه؟ يعني لا شفتك زعلان ولا بتبكي ولا متأزم. لا زعلان والله، بس مش قوي يعني. ما انا في حياتي كلها يعني شفت عمي كم مرة، اتعدوا على الصوابع. بيقولوا بناته حلوين قوي. جمرات. يا سلام. مش انت اللي بتسألي؟ حسن كنت عايز اكلمك في حاجة كده. بقول لك ايه، أنا لا فايق أسمع ولا أفكر في أي حاجة. أقول لك أجلي كل الكلام لحد ما نخلص من اللي إحنا فيه ده. حلوة الفتة. عبد الحكيم لو عاتبني هيبقى عنده حق. ولما طردك من البيت عندي كان عنده حق برضه. تاني يا كريم، ما قلت لك الحكاية دي بيناتنا إحنا الاتنين، أنا وهو أصحاب من زمان.
واللي انا اقبله منه اكبر بكتير من اللي يجب بالك يا كريم. عشان كده يا اخويا هو راكب ومدلدل رجليه. ايه الكلام المصخ ده؟ راكب ايه ومدلدل ايه؟ انا بكلمك في ايه وانت بتقولي ايه؟ بقول لك ايه؟ هات من الاخر وشوف عايز تقول ايه؟ من الاخر لو حبتي هنا ليلتين ثلاثه يبقى تبتيهم في داره. دار جوزك ودارك، الاصول بتقول كده. والاصول دي بقى يا اخويا ليه عبد الحكيم ما يعرفهاش ويهز طوله ويجي يقول لي عيب يا كريمه تقعدي في بيت اخوكي، تعالي اقعدي في بيتك وبيت جوزك وهاتي البنات، ولا انا بس اللي بفهم في الاصول؟ خليك انت الاحسن يا كريم. انت عارف ان انا الاحسن، بس قول لي كده انا اكلت ايه عشان اشرب عليه من ميته؟ انت راسك ناشفه قوي كده ليه يا كريم؟ انا راسي ناشفه؟ بالعكس، انا اللي يفتح لي باب افتح له 10، بس اللي يرشيني بالميه ارش انا بالنار. بالنار؟ ايه الكلام الوعر ده؟ انت ناويه على ايه؟ انا مش مستريح لكلامك دي خالص. انا مش ناويه على حاجه وحشه، وما فيش في نيتي غير كل خير، بس يعدي يومين تلاتة كده والعزا يخلص. عايزك تروح لعبد الحكيم وتقول له يا ريت تدي الكريمة وبنات أخوك ورثهم شرع ربنا. ما بتردش عليا يعني؟ هتقول لي يا كريمة ماليش دعوة وخرجين أنا من المشاكل دي، أنا دماغي بتوجعني. الله في سماه، لو قلت حرف واحد من اللي أنا قلته ده لكن واخدة بناتي وخارجة من بيتك ويحرم عليا ما أخشهوش تاني. قلت إيه؟ حقي ولا مش حقي؟ حقك يا كريم حقك، بس مش وقته يعني. لا، ده وقته نص وتلات أرباع. انت مش عارف حاجه، البنك بيحجز على الفيلا وانا معيش جنيه في جيبي، نعمل ايه انا والبنات؟ نلف نشحت في الشارع ولا ندور ونمد ايدينا للي يسوى اللي ما يسواش؟ وانا ليا ملايين الملايين، شرع ربنا ده ولا مش شرعه؟ حقي ولا مش حقي؟ وانت راجلي ولا مش راجلي؟